السلام عليكم. ده هنشوف ازاي نعمل السلم اللي هو بيبقى درجة لازقة في الحيطة. تمام، يعني لو انا عندي حيطة كده قول وعملت له السلم بتاعه اهوت ستير وقوله الاين وادوس تاب عشان يجيب الحافة بتاعة الحيطة وقوله اوكي، وخلينا نبص على السلم بالشكل ده. طيب السلم كده جميل وزي الفل. هاجي هنا الغي الرايزر دوت. تمام، عايز الغي السبورت اللي في الجنب دوت، وعايز الغي النزله دي. هعمل كده سيلكت على السلم واقول له ايديت تايب، واقول له انا عايز السبورت دوت، ده الرايت سبورت عايزه نون. طيب والليفت سبورت عايزه نون، واقول له اوكي. يبقى لي الجزء دوت هعمل سيلكت عليه واقول له ايديت، هعمل سيلكت تاني واقول له ستاب. يعني ده السبورتات، ده الران تايب. هاجي هنا الغي الرايزر، يبقى انا عندي بس ايه التريد والرايزر اتلغى. شلت العلم عليه قلت له اوكي اوكي، هيظهر معايا بالشكل دوت. تمام، ده بيبقى شكل شيك شويه، بيبقى في الفيلا والحاجات ديت.